يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه: فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. يقول ما معنى هذه الآية؟ أحسن ليست أفعل تفضيل في هذا، الخالق وحده سبحانه وتعالى، وأفعل التفضيل يأتي أحيانا وليس له طرف آخر. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فيأتي أفعل التفضيل وليس له طرف آخر. نعم.